خلاص صالة كراكلة، وهنقول سبب تسميتها ايه. المدخل اللي احنا بندخل بيها دوت مش المدخل الرئيسي، المدخل الرئيسي هو السلم ده خلاص، حتى بره مكتوب ممنوع الدخول في مدخل، ده مدخل كراكلة. اوكي، الفتحه دي تم عملها بواسطه التوم روبرز اللي هم يعني اللصوص بتوع المقابر، ولكن هنا ساركوفاجس. احنا ليه دايما بنقف عند الساركوفاجس ده؟ لان هو المنظر اللي فوقيه مقسوم نصين، لو انتوا يعني شايفين كده بقايا، بقايا المنظر تحنيط عادي جدا ايزيس ونفتيس، اوكي، وادي انوبس وهو بيعمل امبالمنج، وتحت منظر بس هو طبعا مش مكتمل، اوكي، افروديت وارتميس واثنس، وهم بيشاهدوا عمليه، ده الجزء بقى المقطوع، عمليه اختطاف بيرسيفون، عمليه اختطاف واحده اسمها بيرسيفون، ودي احد المناظر الكلاسيكال جدا في الديانه اليونانيه. ايه هو اختطاف بيرسيفون؟ هنحكي كده حدوثه صغيره. بيرسيفون كانت بنت الالهه ديميتر، الهه الحقول والمراعي، اوكي، وتم اختطافها عن طريق عمها اللي هو مين بقى؟ هادس، اله العالم الاخر، اوكي. وفضلت بقى تدور عليها وتعيط ومش عارفه عيطها ده سبب بالستورمز، قصه طويله كده حزينه، تمام. وفي النهايه وصلت مين؟ وصلت زوس كبير الالهه اللي هو ابو البنت، وفي نفس ذات الوقت ايه، عم وهادس ده يعتبر عم البنت. فكلم اخوه هادس قال له ما ينفعش كده، ديميتر بتدور على بنتها. فقال له هادس خلاص هرجعها، لكن هو سقاها كده حاجه كده زي ترياق كده من البوميجرانيت اللي هي الرمان، بحيث ان هي تحبه. وعلشان كده تم الاتفاق بقى ايه، اصبحت في بيرسيفوني بتقضي نص السنه اللي في الربيع والصيف مع والدتها فوق الارض، ونص السنه الثاني الخريف والشتاء تحت الارض مع هادس اله العالم الاخر. ومن هنا جت بقى ايه بالنسبه لهم تقسيمه الفصول. ليه احنا بنقف عندها الجزئيه دي؟ لان زي ما احنا قلنا هو منتهى الامتزاج ما بين المصري وال اليوناني في مكان واحد، اوكي. يبقى this is the hall of Caracalla. We enter this hall from the opening which is made by the tomb robbers, and this is not the original tomb opening. This is the main staircase leading to the hall of Caracalla. And after entering we can find here the sarcophagus which is partly ruined. On the back of it we can find the wall is divided into how many scenes? Two scenes. The upper scene is representing a traditional Egyptian one, the mummification process of the deceased with Anubis flanked by both Isis and Nephthys. The lower one represents an episode of the abduction of Persephone. Okay? And this is the most well example, one of the most perfect examples of the intermingling, the mixture between the Greek art and the Egyptian one. And we can find here also number of locally holes which were probably added later, because as we said before, this tomb was used from the 2nd century till the 4th century. So we have a different parts which were added along a, the time. Open court, it should be an open court, supposed to be the open court. After entering from the original staircase, we can find here the open court. And after that, we enter this part. How many sarcophagus? Two sarcophagi facing each other with traces of colors meaning different Egyptian and Greek themes. خلاص، بس طبعا الالوان بشكل صعب جدا. هنا مثلا لو انتوا لاحظتوا في هنا مثلا شكل اله او شخص قاعد على كرسي، وهنا شكل اعتقد حورس، تمام. ففي اشكال يوناني ومصري في المقبره. After that we enter this place where we discovered number of skeletons, bones of humans and bones of animals. عشان because of the large lengths دي يعني حاجات كبيرة عريضة دي قوي، كبيرة قوي، صعب ان هي تبقى لشخص بشري. وعلشان كده الناس قالت فرضيتين، قالت يا اما المكان دوت بيرجع زي ما امجد شرح ان هو بينسب او بيعود تاريخه لفتره عصر كاراكالا اللي زار مصر وكان شديد الاعجاب بنفسه وبدا يصور نفسه بان هو الاسكندر الاكبر، فاهل اسكندريه خلاص بداوا يتريقوا عليه، ونتيجه بقى لتطورهم على الامبراطور جمع اهل اسكندريه او شباب اسكندريه في الاستاديوم او في مكان وقتلهم كلهم. فيقال ان هي دي بقايا مذبحه كاراكالا، وعشان كده المكان سمي بصاله كاراكالا.
رأي تاني بيقول لك لا الهورسز ديت او المكان او المقبرة دي ممكن تكون للسبورتمن للرياضيين خلاص، وده نتيجة ان هي واقعة جنب الصالة بتاعت نيمسيس اللي كانت في بعض الاحيان مربوطة بالرياضة والويل والشارييتس ريسينج وهكذا. اوكي يبقى after entering from this place we enter the Oikos and we discovered in this site number of skeletons and bones of humans as well as animals and therefore the scholars dated this tomb to the, or this hole to the reign of Caracalla who visited Egypt and he imitated himself with Alexander the Great. He imitated himself with Alexander the Great and therefore the Alexandrians mocked at him, laughed at him. As a punishment he gathered all the Alexandrians and killed them. Okay, another group of scholars say that it might be the bones are representing or belonging to the sportsman because of being nearby the hall of Nemesis who was guardian in some cases of the chariot race. Amen? ماشي؟